بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة معاكنا مع البارت 2، الجزء الثاني في لسن 4. قول لي أمير، رمزي and عمر start business. هنجي أمير، رمزي، عمر start business. أمير بيت 3 over 5 of what رمزي؟ أمير رمزي 3 over 5 دي الفيرست ريشيو، هنا مش هنكتب هنا حاجه. طيب 3 of what رمزي بيت، ان عمر بيت 3 of 4 what امير بيت، عمر 3 ورمزي كام؟ ورمزي 4. اوكي مش هنكتب هنا حاجه، تمام. طيب at the end of the year the profit was الأرباح كانت كام؟ 25,000 pounds. أمير took أمير took يعني أخذ كام؟ 4,400. ليه بقى؟ for man للإدارة، for management. And the net profit was distributed was shared in proportion of what find the share of each of what. طيب يبقى احنا عندنا الريشيو بين امير ورمزي 3 to 5 والريشيو بين عمر ورمزي 3 to 4. الارباح في نهايه السنه 25,000. امير كان مانجمنت خد 4,500. الأول هنجيب الراتيو، الأول 4 times 5 20، 3 times 5 15، 3 times 4 12، ديت الراتيو. طيب المبلغ اللي هيتوزع كام؟ 25,000 minus 4,500 0 0 sorry 4,500 وهنا 5 وهنا 20,500. يبقى هنعمل هنا هو الصم وهنجمع دول كام؟ 5 و 2 7 و 3 4 يبقى 47 ولا 41 ريشيو، نظبط الريشيو بس. هو قال لي امير رمزي اند طيب امير بيت 3 تو 5 اوف رمزي، امير ورمزي 3 تو 5. طيب الريشيو الثاني اند عمر بيت عمر صح، عمر بيت 3 اوف 4 وات اوف امير، عمر وامير 3 وهنا 4 وهنا مش هنكتب حاجه. طيب يبقى ديت هتبقى 12 تمام، وديت تبقى 20 وديت ايه 9 وديت كام 9. اوكي كده مظبوط. طيب هنا الصم يبقى دي 20 مظبوط كده. طيب 2 يبقى تبقى كده 41 والريشيو 20,500 وهنا اكس واكس واكس. يبقى نشوف بقى اول حاجه امير 12 تايم 2500 ديفايد كام؟ ديفايد ال 41 تطلع بكام؟ نعملها على الكالكوليتر تطلع ب 6000. طيب بالنسبة لرمزي رمزي كام؟ 20 تايمز 20,500 ديفايد ال 41 هتطلع ب 10000. طيب وعمر كام؟ 9. يبقى 9 تايمز 20,500 ديفايد ال 41 هيطلع بكام؟ عمر هيطلع ب 4,500. اوكي طيب بالنسبة لتوتال عمر، عمر اخد كام؟ عمر خد في الاول 4 او مين اللي خد؟ امير خد كام؟ امير خد 4,500 وخد في الاول 6,000 يبقى اخد كام؟ 10,500. يبقى امير اخد
10,500. اوكي طيب شوف مسألة ثانية. بيقول لي a father distribute father well 325 pounds among his three sons. The share of the first was third of the son. And the rates between the share of the second. طيب الأول هو احنا عندنا a father من الأول distribute was 225 among his three sons. The share of the first was third of the son. يبقى ال first خد ال third. First الشير بتاع ال third. Third the sum. ثلث المبلغ. يبقى ده هو تعمله divide كام؟ Divide 2 أو times 1 على 3. أوكي هي هي. 225 هنا فيها ال 7 يبقى الاولاني خد كام؟ 75. طب الريميندر يبقى الريميندر الباقي اللي هيتوزع بين الثاني والثالث 225 minus 75 يبقى 0 12 يبقى 5 115. 115 ده اللي هنوزعه ما بين السكند تو ثيرد الشير بتاعهم 2 to 3. طب يبقى الصم كام؟ 5 والمبلغ 150. يبقى هنا x وهنا x. يبقى السكند هياخد 2 times 50 divided 5 هياخد 60. طيب والثيرد ها هياخد 3 times 150 divided 50 30 هياخد 90 يبقى مجموعهم 150. تمام اوكي. طيب ناخد كمان مثال. بيقول لي a triangular garden قطعة ارض على شكل تريانجل سكول. The ratio between the side lengths is يبقى الفيرست هنكتب الفيرست to السكند to الثيرد. يبقى قطعة أرض على شكل إيه؟ تريانجل. طيب 3 to 4 to 5. طيب إف ذا بيرميتر أوف ذا تريانجل 120 سهلة ليه؟ البيرميتر 100 يبقى نعمل إيه؟ الصم 3 4 7 7 5 12 والبيرميتر جايبه لي كام؟ 120. يبقى نكتب هنا إكس 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 يبقى الفيرست ها 3 times 120 divided A 12 دي معادي فهدتين يبقى الأولاني 30. السكند 4 times 120 divided 12 يعني 40. الثيرد 5 times 120 divided 12 فيها ال 50 لو جمعناهم هيطلع لي 120. يبقى أنا حللنا إيه؟ صح ما فيش اي مشكلة. طيب اهو مثال بيقول لي هاني خالد اند هاني خالد اند مثلا علي مثلا هاني خالد اند فادي. هاني خالد اند فادي مالهم دول؟ شير ا كوميرشال بزنس. هاني بيد 30,000 ها خالد بيد 40,000 باوند اند فادي بيد 50,000. قبل اي حاجه لازم اخلص قبل ما نكمل المساله. هنا هنشيل 40 يبقى الشير 3 to 4 to 5 قبل اي حاجه. طب نكمل بقى. طيب at the end of the year the loss الخساره كام؟ 6000
فاينز سهلة جدا، هيكتب هنا برضو كالسام هنجمعهم 3 4 7 يبقى هنا 12، ونكتب هنا 6000 ونكتب هنا اكس واكس واكس يبقى هاني هاني ها هاني كام؟ 3 يبقى 3 تايم 6000 ديفايد 12 تطلع بكام؟ هيطلع ب 1500. خالد 4 تايمز 6000 ديفايد 12 هيطلع بكام؟ هيطلع ب 2000. ممكن ما كملش التالت اجيبها على طول، نجمع دول نطرحهم من 6000 هيطلع 2500 اللي هو مين؟ فاد، اللي هو فاد. تمام؟ طيب شوف كمان مثال بيقول لي 4 اكس مع كيوبيت، مسألة بقى من ايه؟ طلبة شاطرين قوي 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 يعني. بيقول لي أيمن مصطفى اند كمال، أيمن مصطفى كمال، مالهم دول بقى؟ نكمل. ست جروسري شوب بزنس، they bid 6000 الاولاني، والتاني دفع 8000 والتالت دفع 14000. قبل اي حاجة هنطير 3 0 3 0 3 0 يبقى 6 to 8 to 14، هنعمل divide 2 فيها 3 4 7، هي الريشيو الاول. طيب بعد كده بيقول نكمل بقى الكلام. At the end of the year the profit كان 4400. If one of profit was paid for tax يبقى ال 104 ايه tax، يبقى دي هنعمل لها divide 4 طلع التاكس. تمام؟ 1 of 4 profit was بيت تاكس، يبقى ديت هنعمل لها 1 اوفر، يبقى هتطلع بكام؟ هنعمل لها ديفايد هتطلع 1225، يبقى الباقي كام؟ الريميندر هيبقى كام؟ طيب هنكمل الاول، و 3 اوفر 7 اوف بروفيت واز كيبت از ريسيفر اند ريميندر واز شود امونج ذا، يبقى ال 1044 اللي هو المبلغ ده كان ايه؟ كان تاكس، والباقي ريسيفر يعني حطوه احتياطي يعني، اللي هو يبقى 4900 ديفايد ايه او تايمز 3 اوفر 7 هيطلع بكام؟ 2100. يبقى الباقي كام؟ يبقى الريميندر 4900 ماينس ها هنجمع المبلغين دول 1225 بلس 2100 هيطلع الباقي كام؟ هيطلع الباقي 1575، ده اللي هيتوزع. بس باقي المسألة هنكمل. 4 و 2 7 4 و 2 6 يبقى 13 الصم يعني 3 يبقى هنا 14، وهنا هنحط المبلغ 1575، وهنا اكس وهنا اكس وهنا اكس، وهنكمل مسألة عادي خالص. الاولاني هيطلع هياخد 337.5 والتاني 450 والثالث 787.5. يعني نكمل المسألة الأول، بنطلع الحاجات اللي هو قال لي عليها ونطرحها ونحطها هنا في الايه في الصم، ونكمل المسألة عادي خالص. اوكي طيب شوف كمان ده آخر مسألة كده، بيقول لي أحمد started a food business of
فور 45,000 افتر 4 مانس. يبقى احنا عندنا الوقت احمد بدأ بيزنس ودفع كام؟ ودفع 45,000. طيب افتر 4 من مانس الي شاركو برسبتيتد ان بروجكت فور 45,000. طيب مين اللي شاركو؟ علي. هنشيل المبلغ دلوقتي، يبقى ده هيبقى 12. ده بعد، يبقى ده 8 لانه بعد 4 شهور. طيب and after 6 months starting the project فادي برسبتيتد فور نفس المبلغ، يبقى هنا فادي. خلي بالك انا ما يهمنيش المبلغ هنا. احمد هو اللي بدأ من اول السنة، فيبقى المدة بتاعته 12. بعد 4 شهور علي، بعد 6 شهور فادي. يبقى 12 2 8، هنعمل ديفايد 4، يبقى ديفايد 2 فيها 6، ديفايد 2 فيها 4، ديفايد 2 فيها 3. تمام كده. طيب هنعمل بقى السم، يبقى 13. المبلغ الربح كله كام؟ قال لي البروفيت 74,808. ونعمل هنا اكس وهنا اكس واكس ونشتغل عادي. الاولاني هياخد، بعد هنعملها على الكالكوليتر 34,560، والثاني 23,040، والثالث 17,208. اوكي يا بشتغل عادي، بحسبها على حسب الريشيو هنا، بتحسب على حسب الشهور. كده نكون خلصنا يونت او ليسن 4 في يونت 8 في يونت 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.